السلام عليكم متابعي ومشاهدي قناة ريمال تي في وبرنامج ريمال تشالنج. اليوم في تحدي جديد مع ضيف جديد، نشوفوا واش عنده أيضا مهاراته في كرة القدم كما هي في المجال الفني. نخليكم أولا تعرفوا على ضيف حلقة اليوم من خلال هذه الصورة. بعد ما تعرفنا على ضيف حلقة اليوم اللي هو رشيد أسلال، فنان كوميدي اللي كيعرفوه بزاف ديال المغاربة من خلال الأعمال الفنية ديالو، أيضا من خلال أعمال سواء في التلفزة أو من خلال اليوتيوب. غنشوفوا أيضا واش عنده ثقافة رياضية من خلال هاد الأسئلة اللي غنطرحوا عليه، نشوفوا واش غيجاوب عليهم ولا لا. خلال 44 ولا شي حاجه بحال هكاك بالضبط. 48. زعما المره اللي جاب كاع مطفرها كانت عنده شي رطبه في تقريبا لي زونفيرون ديال 10، شي 10 تقريبا ولا عدد المشاركات ديال المنتخب المغربي في كأس إفريقيا. دابا إلا حسبنا كأس إفريقيا من الديبار ديالها حتى لدابا، يلا تقريبا واحد 3 ولا 4 الخطرات اللي ما شاركش، 3 ولا 4 تقريبا، نقولوا 16 ولا 17 واقيلا. بعد ما دار تحدي ديال الاسئله، دابا غنشوفوا التحدي ديالو في كره القدم، واش عنده مهارات في كره القدم، ولكن كيبان ليا من خلال التسخينات انه مهاري اوكويري. نخليكم تشوفوا التحدي مع رشيد اسلال. We'll be right back.
ازولوي ازولا متاتي ماني كنقولو داخت قاميس كلو تفجي جمر سنيمير ريمال تي في اللي غيستقبل غمصل البرنامج هاد. اولا بعدا نتمنى توفيق ريمال تي في كمولود جديد اعلامي اللي نتمنى دي تكريات الاضافه للجانب الاعلامي غمس الجهان المغرب ككل عايز خربي او راه نتيني رمضان نونا مباركات فلاتو يكشم الصح لهنا غادي تزرم بنادم مفورم يتريني المهم تي راه تزرم بنادم تي يميك لانطري ماسولا ورا ديك ميسي اللي قدامي نو غتامان الله العادي مور داري حتى والو او راه نتيني كشمات القناه داري هاتي راه كيستافي من الجديد فربي الخير فربي لي سكتشي فربي الافلام عما قريب ان شاء الله هاتي تزرم اعمال اللي نتمنى اكون سوسمت رمضان نونا مباركات فلاتو يكشم الصح لهنا دوافولكي هاكوني نغين